بارك الله فيك شيخنا. الأختم ماجد سألت 4 أسئلة. سؤال هو تقول هل إذا قرأت القرآن أستقبل القبلة أم لا من المصحف؟ الله جل وعلا لما وصف المؤمنين قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فعلى أي حالة كانت وعلى أي جهة اتجهت فإنه لا إشكال في ذلك، وإنما عليها أن تحرص على أن تقرأ قراءة القرآن. لا يلزمها حجاب، لا يلزمها أن تكون مستقبلة القبلة، ولا أن تكون قاعدة، ولا أن تكون قائمة، وإنما لو كانت على فراشها وهي مضطجعة، أو كانت تعمل في المطبخ أو ما شابه ذلك. المهم أن المسلم أمامه ميدان فسيح لتلاوة القرآن على أي حالة كانت. ولذلك قال علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرئنا القرآن، كان لا يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من القرآن إلا الجنابة فقط، وأما مع ذلك فلتقرأ على أي حالة كانت، ولكن الأفضل أن تكون في مكان بعيد عن الضوضاء وأن تكون مستقبلة القبلة، هذا هو الأفضل، لكن من حيث الجواز جائز. طيب.